الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والتطلع لتطوير آفاق التعاون المشترك. شكري يشدد على موقف مصر الثابت بشأن دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ومجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة، وموسكو تحذر من توقف إمدادات الغاز. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. ستون أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، حيث طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة. من جانبه نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشددا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021. وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.
استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير والوفد المرافق له. وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية وحرصه الشخصي على تذليل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية. وأوضح مدبولي أن مصر تعول على علاقتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح إذا طال أمد الأزمة. ومن جانبه أكد لومير الدعم الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصة ما يتعلق بسوق السلع العالمية. هذا وأدلى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي برونو لومير بتصريحات تلفزيونية عقب انتهاء جلسة المباحثات التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء الوفد الفرنسي. وأكد لومير أن نتائج مقابلته مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي كانت مثمرة وبناءة، مشيرا إلى أن الاجتماعين يؤكدان وجود علاقات صداقة قوية للغاية بين مصر وفرنسا، كما يعكسان تمتع البلدين وارتباطهما بمستوى عال من التقارب. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ويتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسية الناشئة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 777 مليون يورو. ويأتي هذا التوقيع في ضوء خطة التطوير للخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الركاب. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف فرنسي بخصوص أعمال الأنظمة والسكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وتهدف المذكرة إلى التكامل بين أنظمة السكك الحديدية إلى جانب تصنيع وتوريد وضمان وصيانة الوحدات المتحركة بما في ذلك قطع الغيار لمدة 8 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار خطة التوطين المحلي لصناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة، كما تأتي في إطار دعم العلاقات المصرية الفرنسية في شتى المجالات. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكدا دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء، لا سيما مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء مع هنريتا دايجيسين الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية، والتي أكدت أنه تم اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن في العالم لإقامة مشروع الهيدروجين الأخضر، وذلك لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي استثنائي وكذا ما تملكه البلاد من مقومات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية، وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار استهداف الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر COP27 المقبل، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء. أهلا بكم من جديد. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 5451 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن سلع غذائية مختلفة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 55 طنا. أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط 5287 طن حديد و24 طن أسمنت. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية، والتي استضافها وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط. يأتي ذلك بعد قيام الوزارة بتطويره بتوجيهات من رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا ولدعم رياضة الفروسية لكل المصريين. يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة، التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم رياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين. صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في وادي الفروسية الموضوع بقى فارق معانا قوي، لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي احنا محتاجينها. هذا المكان يصلح أن يتعمل فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا. على مدار 3 أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان، الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمسابقة قفز الموانع و14 فارسا لمسابقة الترويض و41 فارسا لمسابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة. تخلل فقرات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع. سعيد جدا بمستوى التجهيزات اللي موجودة في المكان، سواء مدرجات الجماهير تقدر تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات اللي بتحصل فيها. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة وسعيد بيكم وسعيد بكرم الضيافة. تم إعداد اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول المشاركة، وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس، ومطاعم، فضلاً عن سيارات كهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية، وسيارات إسعاف بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. احنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار، إكس راي، رنين، شوك ويف، بتأهلنا إن احنا نتدخل في أي حالات طارئة. شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافساً بين الفرسان المشاركة
لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويد والتقاط الأوتاد. ده تقريبا افتتاح الأرض بتاعت الكلة. الأرض هايلة، تجهيز هايل، الأرض موفرة لي الاستابيليتي دي كلها، موفرة لي الثقة في الحصان، موفرة لي الثقة في الخطوة إن أنا أعرف أتحرك فوق الحصان. مكان هايل كمانجمنت، كإنشاءات، كنظافة، ما شاء الله حاجة يعني يتشرف إن هي تكون موجودة في مصر. وقد عكس أداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية. الشكل بصراحة حلو جدا والأراضي نظيفة جدا جدا جدا، والنادي نفسه بصراحة حلو، فالأرض يعني من كتر ما هي نظيفة وحلوة تحسسك اللي هو إيه اجري. الحكام جهز لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد. أفضل حاجة أن أنا ببقى محتاجها اللي هي الرؤية الجيدة للمكان، شايف جميع الاتجاهات بتاع الفارس من أول دخوله، من أول خانة التسخين لغاية خانة المباراة نفسها. وقد أشاد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واسطبلات، مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به. جهد فظيع من وزارة الداخلية ومن الضباط هنا ومنظمين كويس، كل إمكانيات موجودة، أي حاجة بنطلبها بنلاقيها. بطولة منظمة جدا، حتى الناس استقبلتنا حلو جدا، والضباط اللي هما البنات وزعوا علينا ورد وحاجات، فلا أوفر أول يعني المكان بجد تحفة. في أي بي يعني ما شاء الله، اسطبلات كويسة، حصان واقف مستريح في بوكسه، كل حاجه موجوده، الووكر موجود اللي يتمشى في الخيل، دي اهم حاجه بحيث ان الخيل بعد ما بتخلص بدل الاستاس ما يمشوه على ايديهم في ووكرز ممكن تمشي فيها. ارض التسخين قريبه من ارض البطوله، الاستابل قريب من قريب برده من الارض، مكان واسع وفي اوتيل حلو وفي مطعم حلو جدا. المكان بصراحه فيه كل الفاسيلتيز اللي تؤهله انه يبقى مكان دولي. الملاعب مزوده باحدث وسائل الاضاءه والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال الرياضة الفروسية. في مدربين على أعلى مستوى بيدربونا، ما بيبخلوش علينا بأي معلومة، وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية. حاجة تشرف، الواحد بيبقى سعيد وهو بيجي هنا، بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا. تطورات طبعا كل الناس شايفينها، ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة. بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضيفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع، وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعاليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد. تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها، ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول. وادي الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخراً يسهم بشكل فعال في الارتقاء برياضة الفروسية في مصر وتدعيم الريادة المصرية في هذا المجال باستضافته العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية. من وادي الفروسية، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. شدد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الثابت بشأن دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أعقب اجتماعا سداسيا لوزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل. تلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط بين المواضيع المختلفة والعلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين
side by side in peace with recognized borders على الدولتين ان يعيشوا معا سويا جنبا الى جنب في سلام تام. وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات. الى ذلك اشاد وزير الخارجيه سامح شكري بدور الرئيس السيسي في تعزيز سبل التعاون والسلام والامن بالمنطقه. وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي أن المباحثات سلطت الضوء على منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول، بالإضافة إلى رفض كافة أشكال العنف وصور التطرف. العالم الدولي سواء كانت الدول العربية، المسلمين والمسيحيين، وأيضا الترابط التي قد أظهرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة. ومقاومة أي وسائل سلبية أو أي تدخلات أجنبية. وهذا ما سلطنا الضوء عليه مع المباحثات الأمريكية والإسرائيلية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تقف بوجه العنف والإرهاب وتسعى لتحقيق التوازن بالعالم. ووجه بلينكن الشكر لمصر على مساهمتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط. نعم، نحن نقف بوجه العنف ونتصدى للإرهاب ونسعى لتحقيق التوازن بالعالم. ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان. ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل. ونحن من أجل تعزيز سبل التعاون والتسامح بين البلاد. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينيدياس. وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية والصداقة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، ومشيرا إلى أن اللقاء تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها، وأبرزها التعاون في مجال الطاقة في ظل الاهتمام المشترك بتعظيم التعاون في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية بالتعاون مع قبرص في هذا الصدد. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأبرز التقرير التوجيهات الرئاسية والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة أثار الأزمة، وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، فضلا عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية. ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن مجموعة السبع ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية. وأشار الوزير الألماني إلى أن دول مجموعة السبع تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا، كما اعتبر أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تظهر أن بوتين في مأزق. وكان وزير الألماني قد أكد في وقت سابق أن مطلب الرئيس الروسي يعد خرقا لعقود التسليم، كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مطالبة نظيره الروسي بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو أمر غير ممكن ولا تنص عليه العقود. Die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig. Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die
geschlossenen Verträge gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und sein. من جانبها أعلنت موسكو أن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك. وقال المشروع الروسي وقال المشرع الروسي إيفان إبراموف إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين سيسري على الدول غير الصديقة على حد قوله. ويشمل القرار مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية إلى الروبل الروسي. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديره لاستعداد إيطاليا للانضمام لإنشاء نظام ضمانات دولية لأوكرانيا، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة الحالية. كما ثمن زيلينسكي خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيطالي ماريو دراغي دور إيطاليا في الدعم الدفاعي والإنساني لأوكرانيا. وقد أعلنت الحكومة الإيطالية أن دراغي جدد خلال الاتصال التأكيد على دعم الحكومة الإيطالية القوي للسلطات والشعب الأوكراني واستعداد إيطاليا الكامل للمساهمة في العمل الدولي لإنهاء الحرب ودعم حل دائم للأزمة في أوكرانيا. نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن يعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني اليوم. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن لموسكو أن تتحدث حاليا عن أي تقدم في المفاوضات مع كييف، لكنه وصف مواصلة المفاوضات وجها لوجه بالأمر المهم. كما أكد بيسكوف أن بلاده في الوقت الحالي مستمرة بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات. أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن مدينة ماريوبول بشرق البلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا، لافتة إلى أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع يكافحون من أجل البقاء. من جانبه قال متحدث باسم عمدة مدينة ماريوبول إن نحو 5000 شخص قتلوا في المدينة، مشيرا إلى أن نحو 90% من المباني في ماريوبول قد تضررت، إضافة إلى تدمير 40% من المباني، وما يزال نحو 100,000 شخص محاصرين في المدينة الاستراتيجية الواقعة على بحر أزوف، بينما فشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فورا. وأكد غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي لأزمة غذاء عالمية، مشيرا إلى أنه سيواصل إجراءات توصيل المساعدات للمدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها. مجلس الأمن قال يقرر ما يقرره، وهذا لا يعني أن أي طرف في مجلس الأمن ضد مسألة وقف إطلاق النار على بحيث يتم على مبدأ التفاوض. هناك رغبة حقيقية ونية حقيقية لدى كافة الأطراف لتحقيق هذا الأمر، وأعتقد أنه يوم الغد سوف يكون هناك إحاطة إنسانية حول الأوضاع الإنسانية هناك، وسوف تكون هناك عناصر وجهات من قبل الوكالات الإنسانية التي تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن. خصصت الولايات المتحدة نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية ولدعم دول حلف شمال الأطلنطي الناتو. ويعد تمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وستستخدم لتعزيز إمكانيات وجاهزية القوات الأمريكية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العملية العسكرية الروسية، بحسب بيان للبيت الأبيض. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الشدة البالغة للعقوبات المفروضة على روسيا ليست مصادفة. وأوضح شولتز أن ألمانيا وشركائها لديهم المزيد من الخيارات التي يمكنهم تنفيذها إذا اقتضت الحاجة، وأضاف أن التعاون مع الكيانات والمنظمات الدولية مثل مجموعة الـ20 أو الأمم المتحدة سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا أو أي دولة أخرى تسلك مسار الحرب. نشاطنا مستمرة وتتابعون فيها.
بدء الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في فرنسا، وماكرون يتقدم في استطلاعات الرأي. أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبقى في حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات عرضية في المناطق الحدودية بين الكوريتين، بما في ذلك خط الحدود الشمالي في البحر الغربي. وأعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية عن مخاوفها من احتمال وقوع أي اشتباك في الوقت الذي يصاعد فيه الشمال من التوترات من خلال سلسلة من الاختبارات الصاروخية الكبرى. وأكدت وزارة الوحدة استعدادها الدفاعي الحازم للرد على جميع المواقف المحتملة. بدأت اليوم الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في فرنسا لتترك أمام المرشحين مهلة أسبوعين لحشد الناخبين قبل الجولة الأولى المقررة في 10 إبريل المقبل. وتكشف استطلاعات الرأي عن تقدم إيمانويل ماكرون الرئيس المنتهية ولايته بفارق كبير عن مارين لوبين زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، ويتبعهما جون لوك ميلانشون، ويتنافس إريك زامور وفاليري بيكريس على المركزين الرابع والخامس. أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميرديت لنائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو أكد عزمه تجاوز المصاعب التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان. وذكر مجلس السيادة السوداني أن دقلو أجرى اتصالا هاتفيا مع سلفا كير بحث خلاله سير تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان. وأشاد سلفا كير باهتمام الحكومة السودانية بتحقيق الاستقرار وسعيها الدؤوب لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في جنوب السودان، ومشيرا إلى أن هذا الاهتمام الكبير يشكل دافعا قويا لهم لاستكمال عملية السلام. قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن التصعيد المتواصل لقوات الحوثي واستهدافهم المصالح الحيوية ومنشآت الطاقة في السعودية يشكلان تهديدا خطيرا للاقتصاد الدولي. وأضاف عبد الملك خلال مباحثات أجراها مع وزيرة خارجية السويد أن ليندي أن عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة وحازمة من المجتمع الدولي تجاه قوات الحوثي يشجعهم على المزيد من جرائمهم وإطالة أمد الحرب. بدورها جددت وزيرة الخارجية السويدية دعم بلادها للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال وتحقيق السلام في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي، معربة عن تطلعها إلى خروج مشاورات الرياض بنتائج إيجابية تخدم عملية السلام. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع. وتناول الاجتماع أيضا الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام، حيث أوضحت وزارة التموين أنه تم التنسيق مع المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين نظير قيامهم بتوريد محصول القمح، والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى، في حين تم تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية. افتتحت منافذ السلع الغذائية خير مزارعنا بحديقة الأرمان بالجيزة، ويأتي هذا المعرض في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من هناك. أحمد، ما الذي تضمه منافذ السلع الغذائية خير مزارعنا من سلع، ومدى مناسبة أسعارها للجمهور؟
نعم مشاهدينا الكرام، نحييكم من داخل حديقة الأرمان بالجيزة، حيث معرض خير مزارعنا لأهالينا الذي شهد إقبالا كبيرا منذ صباح اليوم بعد افتتاحه. هذا المعرض الذي يقدم تخفيضات كبيرة جدا للجمهور والمواطنين استعدادا لقدوم شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. نحن نتحدث عن 25 عارضا يقومون بعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة كبيرة جدا للمواطنين، نحو 300 سلعة من مختلف السلع التي يحتاجها المواطنين، سواء من الدواجن أو اللحوم أو الأسماك أو السلع الأساسية أو أيضا الزيوت والسكر والأرز، بتخفيضات كبيرة جدا للمواطنين. وهذا يعزو إلى أن وزارة الزراعة تقوم بنقل هذه المنتجات والتي هي من إنتاج خالص لوزارة الزراعة من أراضي وخير مزارع وزارة الزراعة للمستهلك والمواطن بشكل مباشر بدون أي تدخل للوسطاء في نقل هذه المنتجات أو السلع الغذائية للمواطنين. هذا المعرض مستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبالتوازي مع هذا المعرض الذي مقام هنا في حديقة الأرمان بالجيزة، افتتحت أيضا وزارة الزراعة بالتوازي مع هذا المعرض العديد من المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية ومحافظات الجمهورية، وتقدم أيضا هذه المنافذ هذه التخفيضات الكبيرة التي تصل من 25 إلى 40% تخفيفا عن المواطنين، ولكي يشتروا كل ما يحتاجونه من منتجات وسلع غذائية في شهر رمضان. نتابع معكم لحظة بلحظة هذا المعرض، معرض خير مزارعنا لأهلينا الذي افتتحته وزارة الزراعة تنفيذا أيضا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم تخفيضات كبيرة للمواطنين لاستقبال الشهر الكريم. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وإليكم زملائي في الاستوديو. ومن محافظة الجيزة إلى محافظة مطروح، حيث افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان الثالث بمنطقة عالم الروم، استمرارا لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض تصل إلى 20%، وذلك للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم. وتفقد المحافظ منتجات المعرض من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها وأسعارها المنخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق. وشدد المحافظ على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة. وده السوق اللي احنا وعدنا بيه في منطقه عالم الروم، نظرا لتواجد الكثافه السكانيه عاليه هنا في المنطقه. افتتحنا معرض اهل رمضان خاص بالسلع الغذائيه والخضر والفواكه في نفس المكان باسعار يعني تقل عن مثيلاتها 20% من الخارج، وده تحت رقابه من ديوان عام المحافظه والتفتيش المالي والاداري، ولينا مندوب متواجد داخل هذا السوق ومقارنه أصعبته يومية خارج السوق بكام وداخل السوق بكام، وبنعتمدها وبنشوفها وبنراجعها مع كل أهالينا. وفي دمياط وصلت معارض أهلا رمضان فتح أبوابها للمواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مفخضة. وتضم المعارض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن بما يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. استقبل محافظ الإسكندرية محمد الشريف قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. وقال محافظ الإسكندرية إن المستهدف توزيع عدد 4000 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية على مناطق المحافظة، وذلك من ضمن 100000 كرتونة للمحافظة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم، مضيفا أن الكرتونة تشمل جميع الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.
شهدت قرى محافظة الوادي الجديد على مدار شهر مارس الجاري تنفيذ أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي كان آخر أعمالها بقرية الزيات بمدينة بلاط بالوادي الجديد. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس بأن إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة طوال شهر مارس الجاري بلغ 5000 مواطن تم الكشف عليهم وإجراء الفحوصات الطبية وصرف لهم العلاج بالمجان من صيدلية القافلة. بدأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط زيارة للإمارات للمشاركة في عدد من الفعاليات ضمن جهود الحكومة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ودعم رؤية الدولة التنموية 2030. ومن المقرر أن تشارك الوزيرة في عدد من الفعاليات الدولية رفيعة المستوى من بينها منتدى المرأة في الحكومة، كما تشارك وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع المناخ الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. افتتح عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم ممشى السويس الثقافي والذي يحتوي على جداريات تحكي تاريخ السويس. وأكد المحافظ على سعادته بافتتاح الممشى الثقافي الذي يحكي تاريخ وعظمة وكفاح السويس الباسلة من خلال 77 جدارية جمالية. فإحنا قلنا نذكر الناس بالتاريخ، فابتدينا نعمل ممشى السويس الثقافي اللي حضراتكم شايفينه خلفينا دون. ممشى السويس الثقافي دون بيتدرج منذ بدء العصر الفرعوني وتطور العصر الفرعوني وتقدما حتى العصر العثماني وحتى أسرة محمد علي، واصل حتى اليوم بجميع مراحله، بجميع مراحل الانكسار، بجميع مراحل النصر ومراحل الزهو، بتضحيات الأهل، بالشهداء، بالفدائيين، بكل التاريخ بتاع السويس بالكامل. ذكرت وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت نجاحا كبيرا في يومها الأول، حيث بلغت نسبة التطعيم 52.4% من إجمالي المستهدف بالمحافظة، والذي يبلغ أكثر من 67 ألف طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات. وتستمر الحملة حتى يوم 30 من مارس لاستكمال أعمالها، وذلك عن طريق 312 فرقة مقسمة إلى 54 فرقة ثابتة و46 موقعا ثابتا و258 فرقة متحركة من منزل إلى منزل في جميع ربوع المحافظة. كرم محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة في احتفالية بمجمع إعلام الغردقة. وضم الحفل عدد من الفقرات الفنية وعرض قصص الكفاح للأمهات، وكرم المحافظ الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والمدن وعددهن 11 أم مثالية. والآن مشاهدينا نتحول بحضراتكم إلى آخر أخبار المال والأعمال. وفاطمة خليل أهلا بك. أهلا بك سحر ناجي، وأهلا بك يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق. من جانبه أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسطول البحري لهيئة قناة السويس يتضمن 2 كراكة يعتبران الأكبر بالشرق الأوسط هما مهاب مميش وحسين طنطاوي. وأضاف المركز أن الكراكتين تسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، ويبلغ طول الواحدة منهما حوالي 147.4 متر بعرض 23 مترا. جاء ذلك في الانفوغرافيك الذي نشره مركز المعلومات اليوم حول أبرز مميزات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، والتي جعلته يمتاز بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن وتطوير المجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا أزمة الطاقة العالمية، وذلك استنادا إلى عوامل القرب الجغرافي وروابط التاريخية بين البلدين. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ترأسها ونظيرتها القبرصية نتاسا بلديس لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية. تجدر الإشارة إلى تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة وإطلاق مجالات جديدة للتعاون. نحتاج إلى تقديم دعم عملي للشركات التي تقدم أعمالنا المشتركة معنا، ونحن بالفعل لدينا علاقات ثنائية ممتازة بدءا من رئيسنا ومرورا بعالم الأعمال، لذا نحن كوزارة موجودة هنا لتقديم الدعم من خلال الخدمات التي نوفرها من خلال المعلومات والإرشادات، وأيضا للتأكد ولضمان من أن الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في قبرص يمكن أن يكون لها مسار سريع وسهل من خلال خدماتنا المستمرة. كما نريد أيضا أن نرى المزيد من الشركات القبرصية تستثمر في مصر، وهي في نفس الوقت تعمل على ترسيخ الروابط مع الشركات وجمعيات الأعمال هنا ومع رجال الأعمال الذين يحضرون هذا المنتدى. ويسعدنا أيضا أن تكون لدينا مشاركة كبيرة جدا من قبرص ومصر، ونأمل أن تكون هناك مناقشات مجدية في هذا الأمر. النهاردة لقاء من اللقاءات الهامة جدا في إطار التعاون الثلاثي السياسي بين القيادة السياسية في كل من مصر وقبرص واليونان. وطبعا هذا التحالف الهام جدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بيؤدي ثماره النهاردة، زي ما احنا شايفين عدد كبير من المسؤولين القبرصة، عدد كبير من الشركات القبرصية جاية مصر وبيجوا بشكل متكرر في إطار التعاون بيننا وبين الجانب القبرصي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية. تراجع رأس المال السوقي نحو 17 مليار و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 724 مليار و399 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. الأسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، يسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و27 قرشا للشراء و18 جنيه و37 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 20 جنيه و3 قروش للشراء و20 جنيه و15 قرشا للبيع. أما عن سعر الإسترليني فوصل سعره إلى 23 جنيه و96 قرشا للشراء و24 جنيه و10 قروش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و97 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و87 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% لتصل إلى 1934 دولارا و61 سنتا للأوقية. على الصعيد المحلي سجل عيار الذهب 18 نحو 840 جنيه، أما عن عيار الذهب 21 فوصل سعره إلى 980 جنيه وهو الأكثر مبيعا، أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1120 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 7840 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد أنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 9 دولارات أو بنسبة 5.4% لتصل إلى 111 دولار و40 سنت. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 5 دولارات و3 سنتات أو بنسبة 4.7% مسجلة نحو 108 دولارات و60 سنت. في أسواق المال الخليجية قفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي أكثر من 2% في أفضل يوم له منذ 6 ديسمبر الماضي مع عودة المستثمرين إلى المنطقة. وفي بورصة أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 6%، كما أنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 5%. عدلت الهند أسعار البترول والديزل للمرة الرابعة في 5 أيام نتيجة نقص النفط العالمي الناجم عن الأزمة الأوكرانية. ومنذ 22 مارس بدأت أسعار البترول والديزل في جميع أنحاء البلاد في الارتفاع، وارتفعت بمقدار 3.2 روبية أو ما يوازي حوالي 4.2 سنت أمريكي للتر الواحد. وتستورد الهند 80% من النفط الذي تستهلكه، ووفقا للبنك المركزي الهندي من المتوقع أن تخسر البلاد 1 تريليون روبية في الإيرادات المالية بين عامي 2022-2023 إذا تجاوز سعر النفط الخام العالمي 90 دولارا للبرميل. قفزت صادرات النفط الأمريكية في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، وتحولت كمية النفط المحلية التي كانت تذهب عادة إلى مركز التخزين في ولاية أوكلاهوما ليتم تصديرها عبر ساحل خليج المكسيك. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات الخام الأمريكية إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 18 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021. يعتبر النفط الخام الأمريكي جذابا للمشترين العالميين لأنه يتم بيعه بسعر أقل بشكل كبير يقترب من 7 دولارات عن خام برنت. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ويوسف لاستكمال ما تبقى من 6. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا، وفي نهاية أخبارنا إليكم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والتطلع لتطوير أفاق التعاون المشترك. شكري يشدد على موقف مصر الثابت بشأن دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. مجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة، وموسكو تحذر من توقف إمدادات الغاز. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة 6. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.